يعني امبارح تم الإعلان عن الإجراءات اللي هيتم من خلالها تنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية الاستثنائية، وده طبعا اللي وجه بيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هيبدأ تطبيقها من أول سبتمبر اللي جاي. من ضمن الإجراءات دي في الحقيقة هي إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة اللي عليها أسرتين أو ثلاث أسر، لكن البطاقات بقى اللي هيكون عليها أكتر من ثلاث أسر هيضاف عليها 300 جنيه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن زيادة دعم البطاقة التموينية. بنرحب معانا على الهاتف دلوقتي المهندس محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ بسام، أهلا بك يا فندم. يعني حابين نعرف الأول إزاي هيتم تطبيق وتنفيذ أو تجهيز الحزمة الاجتماعية اللي أعلنت عنها الوزارة، وهل تم مراجعة البيانات قبل البدء في التنفيذ ولا لا؟ تمام. طيب هو بس مبدئيا نقول إن خلاص مش لسه هنجهز، إحنا فعلا تم التجهيز وتم التحديد بالفعل. هيل. الأسر اللي هيصرف لها الدعم الإضافي ال 100 جنيه أو ال 200 أو 300 تم فعلا تحديدهم اسما وموضوعا عن طريق لجنة كانت مشتركة ما بين وزارة التموين ووزارة التضامن ووزارة المالية وتحت إشراف الرقابة الإدارية. تمام؟ فكده هي خلاص حددت اسما، والأسر ديت هي الأكثر احتياجا، وليس جميع الأسر طبعا، الأسر الأكثر احتياجا، لأن مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا. فإن شاء الله هيبقى في حوالي 8 مليون بطاقة من إجمالي 22 مليون بطاقة تقريبا على مستوى الجمهورية، هم دول اللي هيستفيدوا بالدعم الإضافي. 8 مليون بطاقة تقريبا مضاف إليهم بيتضمنوا 36 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين تموينيا. يبقى احنا كده بنتكلم تقريبا فوق ال 50% من إجمالي المواطنين اللي دخلوا اللي داخلين معانا في البطاقة التموينية هياخدوا الدعم الإضافي. لكن هنا بس عايزين برضو نوضح ان مع الوزير امبارح اشار ازاي المواطن هيعرف اذا كان ضمن اللي هياخد ال 100 جنيه او ال 200 او 300 او مش ضمنهم. فكان في هنا اليه واضحه جدا ان شاء الله هيبدا تنفيذها خلال هذه الايام، ان هيتم ارسال رساله للمواطنين المستفيدين بهذه الدعم بهذا الدعم الاضافي عن طريق الرسيد بتاع صرف الخبز بتاعه. يعني المواطن وهو بيصرف الخبز في اي مخبز بيصرف منه هيجيله في الرسيد بتاع الخبز كده ان هو من ضمن المستفيدين بال 100 جنيه. طيب كويس، دي نقطه كويس ان حضرتك وضحتها، لان الناس كانت فاهمه ان هيجي لهم رسائل على الموبايل. لا يا فندم، على الرسيد بتاع الخبز، لان انت عارف برضو ان بالنسبه للموبايل في لسه بعض المواطنين لسه لغايه دلوقتي ما سجلوش ارقام الموبايلات بتاعتهم. ودوت فكره برضو، يعني احنا كنا بنقول الكلام ده من الاول لما قلنا ليه رقم الموبايل، علشان يبقى فيه طريقه للتواصل مع المواطن مباشره، نقدر نبعت له اس ام اس على الموبايل بتاعه. فعشان نظرا ان في لسه جزء لم يستكمل قاعده بيانات الرقم الموبايل، فاحنا فعلا هنبعت على الرسيد بتاع الخبز يوميا، هنبعت له رساله نقول له ان انت سيتم صرف 100 جنيه اضافيه لمده 6 شهور كدعم اضافي، يعني لمده 6 شهور او 200 او 300 على حسب الاسر اللي موجوده في البطاقه. هو بالظبط كده 8 مليون بطاقه تقريبا اللي بقول لحضرتك عليهم، تقريبا 7.5 مليون بطاقه منهم هياخدوا 100 جنيه. واخد بال حضرتك؟ اللي هو فيهم اسره واحده. وتقريبا حوالي بتاع 600 ألف اسره هياخدوا ال 200 جنيه، و1000 اسره هياخدوا ال 300 جنيه. تم تحديدهم بالفعل خلاص يعني. هو الاسره الواحده والاسرتين، يعني بيبقى مثلا الجد والجده والابن وابنائه، فده يعتبر اسرتين في بطاقه واحده. فهو ان شاء الله هيبقى، بس برضه باكد تاني للمواطن، ابتدي تابع بن الخبز بتاع حضرتك وشوف عشان تعرف اذا كنت من ضمن المستفيدين ولا لا. وده كده عشان نقدر قطعنا الشك باليقين، يبقى المواطن عارف ان ليه، وفي نفس الوقت ما يبقاش رايح مش عارف ليه ولا ملوش، لا انا رايح للتاجر او البدال وانا عارف ان انا النهارده عندي دعم 200 جنيه وفي 100 جنيه اضافي 300، بقى اخد بيهم سلع 300 جنيه. طيب احنا بنتكلم عن الزياده دي هتبتدي في سبتمبر اللي جاي صح؟ ان شاء الله من سبتمبر لغايه فبراير 2023 ان شاء الله. طيب في بعض السلع، احنا شايفين بعض السلع تمت اضافتها تمام على القائمه. تمام. هو احنا السلع دي وليه تمت اضافتها؟ تمام. طبعا هو لو حضرتك من ضمن المتابعين بالنسبه لقائمه السلع بتاعتنا، قائمه السلع بتاعتنا تقريبا كل كام شهر بيبقى فيها تغيير، بنضيف ونحذف بعض السلع، لان احنا ماشيين على احتياجات المواطن في السوق.
فدايما بنبص المواطن محتاج ايه اكتر حاجه وبنحاول نضيفها، او معالي الوزير بيحاول ينقي القايمه بما هو فيه فايده للمواطن. اللي تم اضافته هذا الشهر ان شاء الله اللي اعتبرها من شهر سبتمبر هو الدقيق المعبأ، هيبقى سعر 11 جنيه، التونه هيبقى بسعر 12 جنيه، المربى بسعر 14 جنيه، المثل الصناعي بسعر 24 جنيه، وفي طحينه اظرف تقريبا اعتقد الظرف ب 2 جنيه او 3 جنيه. ده خمس سلع تم اضافتهم فعلا على القائمه اعتبارها من 1/9، واغلبها سلع المواطن في حاجه اليها زي المربى زي التونه زي الدقيق زي ده بالاضافه طبعا الزيت والسكر دول ثابتين. الزيت والسكر ثابتين بس برضو هنا برضو نحب نوضح عن طريق حضراتكم للمواطنين عشان اعتبارها من 1/9 ان شاء الله هيبقى في اليه محدده لصرف الزيت والسكر والرز والمكرونه. ليه؟ لان النهارده بقى في دعم اضافي، بقى في مبلغ دعم كبير. النهارده تقريبا الدوله بتتحمل حوالي سلع اضافيه سلع دعم اضافي بمليار جنيه في الشهر عما كانت بتدفعه. فاحنا لازم نحدد هنا الاليه بتاعت صرف السكر والزيت والمكرونه. ايه هي الاليه؟ برضو بسرعه كده عشان المواطن يبقى معانا في الصوره. البطاقات المواطن ليه 2 كيلو سكر وكيلو زيت. المواطن ليه 2 كيلو سكر وكيلو زيت. الكلام ده بين بطاقه فرد لغايه 4 افراد. تمام. يعني الثلاث افراد هيبقى 6 سكر و3 زيت، الاربع افراد 8 سكر و4 زيت. ما زاد عن الاربع افراد هي نفس الكميه بقى اللي هي الحد الاقصى اللي هي 8 سكر و4 زيت. تمام. ماشي؟ دي حاجه. بالنسبه للرز، البطاقه ليها كيلو رز وكيلو مكرونه لغايه 4 افراد. البطاقه اللي بقى اكتر من 4 افراد ليها 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونه. هنا بقى قلنا كلها. قلنا البطاقه وليس الافراد عشان ما يحصلش لا ركز على النقطه دي. ما انا ركزت مع حضرتك قلت لك البطاقه وليس الافراد. البطاقه كلها ايا كان عدد افرادها فرد 2 3 4 ليها كيلو وكيلو. اكتر من 4 افراد ليها 2 كيلو و2 كيلو. لكن السكر والزيت كل فرد ليه 2 كيلو سكر وكيلو زيت بحد اكتر 4 افراد. 4 افراد البطاقه. ما زال عن ذلك فهي الكميه ثابته 8 سكر و4 زيت. باقي الدعم حضرتك هو اللي المواطن بيتحرك بيه عند التاجر او المنفذ التمويني وبياخد بيه باقي السلع زي اللي احنا ضفناها وزي اللي موجوده اساسا، اذا كان لبن، اذا كان جبن، اذا كان سلطه، اذا كان منظفات. يعني في سلع كتير جدا قدام المواطن لاختيار ما بينها. طيب يعني باشمهندس محمد عايزه اعرف من حضرتك بتعرفوا ازاي مراجعه او بتتم ازاي مراجعه قواعد البيانات المتكامله؟ من ناحيه يعني الـ الناس اللي محتاجين تزودوا لهم دعم، خلينا نقول لو بتعرفوا منين ان هم اسره ولا اسرتين على البطاقه؟ لا حضرتك النهارده الرقم القومي بقى خلاص بقى كاشف وعارف. يعني النهارده في قاعده بيانات بالرقم القومي بقت كاشفه وعارفه. اي رقم قومي داخل البطاقه فهو معروف. الحاجات ديت متحدده اساسا من الاول لان الارقام القوميه انا عندي التصنيف بتاع المستفيدين اللي في البطاقه. اذا كان اصل، اذا كان اب، ام، ابن، ابنه، حفيد، فكل الحاجات دي متسجله عندي كقاعده بيانات في البطاقه. فسهل جدا من الداتا بتاعت البطاقه بيطلع منها شركات البطاقه بتشتغل عليها وتطلعها عندي. فدي محصوره ما فيهاش كلام. كل شكر ليك يا فندم مهندس محمد سعد الله وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالاسكندريه. الف شكر.